عامه ما بتابعش السوشيال ميديا قوي، بس كان في ناس بتبعت لي، يعني كان في ناس بتشتغل المسلسل بتبعت لي حاجات شافوها، صحابي كانوا بيبعتوا لي، ماما كانت بتقرا كل حاجه، ففي حاجات وصلت لي. بس اكتر حاجه عجبتني كان في ناس بيقولوا ان ساره هي قابيل، وانا كنت عايزه ده. المسلسلات دي كلها دلع وصور وبحر ورجاله زي القمر. ببص على السكريبت، ببص انا هشتغل مع مين، وكمان بحب اختار الحاجات اللي بتخوفني شويه. يعني لو انا خايفه من الدور بحس ان ده معناه ان انا الدور هيحسن مني كممثله، فقابيل خوفني قوي. بقالك فتره ما بتنامش كويس، كويس انك استريحت هنا. اتمنى ان انا اعمل دور بنت بلدي طبعا. لا مش فاكره خالص. انا فاكره اول عاديه، يمكن يعني انا فاكره اول مره كان عمي اداني عاديه، وانا كنت اول مره مثلا انا فهمت اللي بيحصل، ان هو اداني عاديه وكان عيد، بس انا مش فاكره اول مصروف. باكل فيه كتير. هو انا بحب الطبيخ، بس لما يكون عندي مزاج، يعني مش بصحى كل يوم اطبخ. بصي انا كنت بطبخ اكتر وانا عايشه بره، عشان كان في حاجات توحشني، فالملوخيه. بحب الحيوانات قوي، كلاب اكتر من القطط. انا كان عندي قطه، كان عندي وبحبهم قوي قوي، بس لا انا بضعف قدام الكلاب بطريقه مش طبيعيه، يعني والكلاب البلدي اللي في الشارع، يعني ممكن اوقف مع كلب في الشارع نص ساعه ويفوتني ميعاد وتمام. جيمي ستيوارت، دامبو، ما قدرتش اكمله لحد دلوقتي. فاكره ما كنا ساعات نلف ساعات نشوف. لو اغنيه حباها وناس عايزه اشتغل معاها، ليه لا، مش شايفاها حاجه صعبه يعني.